نيوز مع الوافدة الجديدة على شروق مورنينغ من قسم الملتي ميديا نجية دغموم. صباح الخير نجية. صباح الخير محمد، صباح الخير للضيفة الكريمة اللي راح يستقبلوها بعد قليل، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي راهم يتبعوا في شروق مورنينغ. إذا أخبار النت نيوز لنهار اليوم رايحين نطرق من خلالها إلى الفيديو الذي رد من خلاله الشيخ أم البواقي على جملة التهكمات أو الاتهامات والانتقادات التي وجهت لرئيس الدائرة. نعم نستمع الفيديو. راهو الشيخ الدائرة راهو قلقوه الولاد هذوك، ومن بعد كي جاني انا راهو جبدني وداني ديريكت الصلاة، داني ديريكت الصلاة ودخلت الصلاة، راهو ما دزني المخلوق ما والو، راهو شاف الدار شافني قلقان هكذاك ونزبز هكذاك، راهو هو جا مسكين راهو قودني ودخلني الصلاة هذيك وقال لي ريح لهنا كي يجي الولي دوك نقدمك الولي يهضر زوج كلمات ولا ثلاثة وخلاص. وجدني انا رئيس دار طفل صغير شاب يخدم على راهو، ولا جاني مسكين هو طلب مني السماح، قال لي اعمل ما اذا كان نسيتك اسمح لي وانا راني سمحت لك 60 اسبوع، قلت له ما دزيتني ما والو سمح 60 اسبوع. كما شاهدنا هذا الفيديو رد من خلاله كما قلنا الشيخ على جملة الانتقادات التي وجهت لرئيس الدائرة دائرة سوق نعمان بأم البواقي، حيث أكد أن رئيس الدائرة قام باستقباله بكل أريحية وبكل احترام وأعطاه الفرصة من أجل مقابلة الوالي، لكن فهم الموضوع أو تأويله كان خطأ. يعني الان ولا اصبح انه الناس هم اللي ما فهموش الموضوع، ربما اللي تسبب في انتقادات لهذا الشيخ. يلا نروح للموضوع الثاني نجي. بالضبط اكيد، شوفوا بعض الصور. هذه الصوره هي لبعض اللوحات الخاصه بالرسام الجزائري محمد سياخم. تم مؤخرا تداول خبر عن سرقة ثلاث لوحات خاصة بهذا الرسام الجزائري، وهذا الأمر اعتبره المغردون على تويتر أمر إيجابي. ربما تتفاجأ من حيث ماذا هو أمر إيجابي. الأمر الإيجابي أنه أمن الشرطة على مستوى متحف ماما بالعاصمة تمكنوا من استرداد هذه اللوحات في ظرف 24 ساعة، وهو ما اعتبره المغردون أمر محفز جدا للحفاظ على الموروث الثقافي. ننتقل الآن إلى صورة أخرى أيضا تداولها رواد الفيسبوك المتعلقة بحاملي شهادات الدراسات التطبيقية ديوا، حيث قاموا أمس باعتصام أمام المديرية العامة لسوناطراك. صورة أخرى كما نشاهد حضروها من مختلف النواحي الجنوبية، ورواد الفيسبوك اعتبروه تمسكا بالمطالب التي رفعت، وكما يعلم الجميع هذه الفئة عندها مدة طويلة وهي تقوم بالمطالبة بحقوقها التي لم تسوى إلى حد الساعة. ننتقل الآن إلى صورة أخرى. صورة من أو صورة أخرى هي من الجنوب الجزائري كما نشاهد، هي صورة لسكة حديدية، لكن طريقة الإنجاز والتطبيق يعني غريبة لحد كبير. وش رأيك محمد؟ طريقة معوجة يعني، حالها حال انتقدها رواد الفيسبوك بشكل كبير. بسرعة ننتقل بالضبط في حاسم سعود. بسرعة ننتقل إلى فيديو آخر في الطارف، فيديو الطارف في بلدية بالريحان بالضبط. هذا الفيديو متعلق باقتحام مجموعة من السائرين بالطريق، رواد الطريق قاموا بالدخول إلى كما نسمع. يا وزين سرقوا له الدلاع واخذ الدلاع بكميات هائله. البعض اعتبره سلوكا غير حضاري على اعتبار انهم قاموا باقتحام الملكيه الخاصه بهذا الفلاح، لكن البعض الاخر دافع عن هذا السلوك حيث اكدوا ان العديد من الفلاحين يقومون بهذه الخطوه، يقومون بجني المحصول الجيد لبيعه في حين المحصول الصغير او الذي لا يكون ثمنه باهظا او معقولا يقومون بتركه ليأخذه من يريد. نختم بفيديو أخير ممكن محمد؟
يلا.